برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تمكن العربي من حسم النهائي الماراثوني والجماهيري لصالح والظفر بكأس سمو ولي العهد لكرة القدم بضربات الجزاء الترجيحية على حساب السلمية. المزيد في هذا التقرير. كروية مميزة كانت تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، والتي تشرفت الأسرة الرياضية برعايته الكريمة لمسك ختام بطولة كأس سمو ولي العهد والذي كان ما بين العربي والسلمية. المباراة النهائية وفت بوعودها، حيث قدم الأخضر والسماوي أداء حماسيا رائعا، شهد تقدم السلمية أولا بهدف أمضى عليه المحترف الكولومبي كارلوس رودريغيز مشعلا أجواء المباراة. العربي بدوره لم يستسلم حتى اللحظات الأخيرة، والتي جاء معها الخبر العاجل بهدف التعديل عن طريق المتألق جمعة عبود وبطريقة إبداعية. تعادل إيجابي فرض الأشواط الإضافية في المباراة والتي استمرت معها الندية، وظهر السماوي مجددا ليتقدم بهدف مميز سجله فهد مرزوق على طريقة الكبار. إثارة وندية، والعربي المتسلح بجماهيره الغفيرة يعود مجددا بهدف سجله الليبي الفنان السنوسي الهادي. تعادل مثير وفك الشفرة يتم من خلال الركلة الترجيحية والتي ابتسمت بالنهاية لأبناء القلعة الخضراء، لا سيما بعد أن تعملق سليمان عبد الغفور بالتصدي لركلتي جزاء ببراعة، لتنتهي المواجهة بأربعة مقابل واحد حاسم العربي اللقب بالركلة الترجيحية. ألف مبروك لجماهير النادي العربي، أول شيء الحمد لله رب العالمين مرة ثانية، وألف مبروك لجماهير النادي العربي، وأشكر اللاعبين الأبطال على المجهود اللي بذلوه واللي توج بالبطولة رقم 9، بطولة سيدي حضرة سمو ولي العهد. وإن شاء الله إن شاء الله النادي العربي دائما يكون في المنافسة وفي المنصات. أشكر الجهاز الفني، المدربين، الإداريين، أعضاء مجلس الإدارة، أشكر كل جندي مجهول ساهم في هذا الفوز. حاب أهدي الفوز حق الجماهير الغالية نفس ما تشوف، شكرا للجهاز الفني والإداري وإخوان اللاعبين، كنا رجال على كلمة واحدة أن نبي المباراة وراح نلعب لآخر دقيقة. وطبعا بسبب الهدف قلت لك دعاء الوالدة الله يطول بعمرها إن شاء الله، ويقول لك مثل لا تغلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. يا رب لك الحمد، وحاب اهدي الفوز حق الوالده الله يطول بعمرها. الحمد لله، الحمد لله على كل حال قدرنا نفرح الجمهور هذا الكبير، واكيد كعاده العربي فريق بطولات، الحمد لله قدرنا نحقق بطوله جديده، وان شاء الله القادم اكثر واكثر باذن الله. شلون اليوم كانت اجواء المباراه؟ اكيد اجواء كبيره، مباراه كاس، مباراه صعبه دائما خاصه مع فريق محترم زي نادي السلميه، الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق البطوله، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. إذن العربي يقنع ويمتع عشاقه معتليا منصة التتويج بأول ألقابه هذا الموسم كأس سمو ولي العهد، وللمرة التاسعة في تاريخه متساويا مع الكويت والقادسية بحصد كؤوس بطولات سمو ولي العهد. بعد مباراة امتدت حتى الركلات الترجيحية، العربي يتوج بلقبه التاسع في تاريخه لبطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله. رادي الشمري من استاد جابر الدولي لتلفزيون دولة الكويت.